ملخص كتاب هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي. عرف الناس الشيخ علي الطنطاوي فقيها وأديبا وكاتبا وخطيبا، لكن ما قدمته حفيدته عايدة العظيم في هذا الكتاب هو وجه آخر للشيخ الموجه والمربي. فبعد أن نشرت جوانب من تعاملاته في الحياة في حلقات من مجلة المجتمع الكويتية، حرصت على جمع كل الحلقات في كتاب يسهل اقتناؤه وقراءة مجمله. استهل الكتاب بتقديم ما لا يعرفه الناس عن الشيخ علي الطنطاوي والخصال التي تميز بها الشيخ، مثل أسلوبه المميز في القراءة والكتابة وكيف كان يقضي جل وقته فيهما، وجوانب أخرى في شخصيته وتعاملاته. ومما لا شك فيه أنه ترك تجربة تربوية فريدة في نفوس أبنائه وأحفاده، وإلا لم نكن لنقرأ هذا الكتاب عن أساليبه التربوية. ومن الملامح التي نستعرضها في شخصية هذا المربي الناجح تواضعه، فلطالما كان المربي المتواضع، فإن تواضع المربي وتقبله للنقد وتأدب الأبناء في ذلك يسهم في بناء أسرة متينة قوية لا تفرقها الصعاب ولا تهزاها الذوائب. وهذا نهج علي طنطاوي، فكان عادة ما يحول جلسات العائلة إلى جلسات مفيدة مثمرة بأساليب شيقة. وأما أسلوب التربية الذي كان يتبعه فهو التربية بالحب والعاطفة وضبط الأسرة بالمحبة والمودة، فهذا يسهل التعامل مع الأولاد فيكون أمر المربي مطاع. أما أسلوب التربية بالقوة والشدة أيضا مطاع ولكن دون رضا، كما أن المربي القوي اليوم ضعيف بالغد حين يكون أحوج للعناية والرعاية والحب. فمن أراد العناية والحب في الكبر فليقدم المحبة والاهتمام لأولاده أولا. ومن أساليب التربية والتوجيه مراقبة تصرفات الصغار، فذلك يمنحهم ثقة بأن أهلهم على اطلاع دائم فتقل تصرفاتهم السيئة، ومن ثم قضاء الأوقات الممتعة مع الصغار لتجعلوها ذكرى مميزة في أذهانهم، ثم استثمروا هذه اللحظات لتوجيههم كيفما تشاءون وغرس المبادئ والقيم في نفوسهم، والأهم أن تكونوا صادقين معهم. ومن المهم أن يكون المربي مثقف، فالشيخ علي الطنطاوي اهتم بعلم النفس وقرأ فيه، فكان يراقب أحفاده ويتعرف إليهم وعلى اهتماماتهم وفيما يحبون أن يقضوا أوقاتهم، وبعدها يركز على نواحي الأحفاد الجيدة ويثني عليها وينبذ النواحي السيئة بالرفق واللين يهذبهم. وبما أن الأطفال سرعان ما تمل نفوسهم ولا يستمرون في الأشياء الجيدة، كان لزاما أن يرافق التربية أسلوب تشجيع، فابتكر الشيخ خزانة المكافآت بخزانة يملأها بالحلوى والنقود، وكل من يستحق الثواب نال منها أطيب الأطياب. وكان الشيخ يوصي بناته بشراء التفاريح، أي كل ما يدخل سرور في نفوس الأطفال مثل الحلوى والألعاب. كما ابتكر الشيخ شهادات التقدير ينالها كل من كان له إنجاز يستحق عليه التكريم، ولكم أن تبتكروا أساليبكم الخاصة في تشجيع أبنائكم وتحفيزهم على فعل الأشياء الجيدة وترك السيئة. أما استخدام أساليب الثواب بدل العقاب فإنه كان يأتي بنتائج مثمرة دوما، وينمي حس المراقبة الذاتية لدى صغارنا، فلا نخاف عليهم في غيابنا. فلا يمكن أن تكون التربية دائما بالتهديد والوعيد، ولكن هل يجوز استخدام العقاب؟ نعم، فالعقاب مرة بطريقة صحيحة خير من 10 نصائح بطريقة خاطئة. أما البر فهو نهج حياة، فكان الشيخ يكلف أحفاده بالقيام بالأعمال التي يطيقون ولا يكلف أمهاتهم بها، فكانوا يعتمدون على الساعة في الاستيقاظ ويعدون شطائرهم ويكون ملابسهم بأنفسهم. وإن كنا نريد من أولادنا الرضا والتقبل يجب أن نحاورهم في بعض الأحيان ونستخدم أسلوب الإقناع، ولا ننسى أن العدل في المعاملة والعطاء صفتان ضروريتان في المربي، وهاتان الصفتان اتصف بهما الشيخ، فكان لا يفرق بين الأولاد ولا يفضل أحدهم على الآخر، وبذلك تقل النزاعات فيما بينهم. لكن هناك حد فعلي للمربي أن يتدخل بين الأولاد إن حصل نزاع بقرار حاسم،
ومن القواعد المهمة في أساليب التربية الحرص على تكوين شخصيات متزنة وتنمية مهارات جيدة لدى الأولاد، وهذا ما كان يحرص عليه الشيخ علي الطنطاوي مع أحفاده، فكان يكلف أحفاده بأعمال تعود عليهم بالنفع مثل الإمامة في الصلاة، وهم حديث عهد بالبلوغ، فحتى لو أخطأ الواحد لا يلومه ولا يقلل من شأنه، بل يشجعه في المرة القادمة، كما علمهم القيام بحقوق الله والجرأة في الحق، بالإضافة إلى العناية بالصحة والقوة من خلال المحافظة على ساعات نوم جيدة وأكل صحي، كما اهتم بميول الصغار ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الكامنة، فكان دائما ما يحفز على الإبداع وصقل المواهب، وهو دائما إلى جانبهم يساندهم ويعلمهم كيفية استثمار فرص النجاح التي لا تتكرر كثيرا. ومما لا شك فيه أن تكوين الفضائل وردع الرذائل من أساسيات تربية الصغار، تعليمهم مبادئ الأخلاق والآداب الإسلامية والاجتماعية أساس تبنى عليه شخصية الطفل، فاهتم الشيخ بتعليم الإيثار في الطعام واحترام المواعيد والحرص على غرس قيمة الأشياء والاعتناء بالممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على النعمة. وكان أسلوب الشيخ مميز، فكان يلقنهم المبادئ ثم يبتكر موقفا لطيفا يختبر فيه مدى استيعابهم للمبدأ. في 9 فصول تربوية شيقة تقدم لنا السيدة عايدة العظيم أعظم التجارب والخبرات التربوية التي عاصرتها مع جدها علي الطنطاوي، والصحيح يقال إنها دروس وعبر تستحق النشر والتأليف حولها لما تحمله من قيم ومواعظ توجب على الأسر اليوم والأسر الشابة على وجه الخصوص أخذ العظة والعبرة منها واعتبارها نموذج وقدوة تربوية معاصرة. مواقف تربوية يستحق الوقوف عليها. الكتاب يذكر العديد من المواقف المختلفة في حياة الشيخ، وفي بداية الكتاب تذكر السيدة عايدة العديد من صفاته وعاداته وسلوكه في شتى مناحي الحياة. هنا سأذكر المواقف التي تركت أثرا في نفسي وأرى أنها من أكثر الأمور التي تحتاج إلى أن نقتدي بها في بناء النموذج القدوة للشخص. هذه المواقف ليست مستحيلة التطبيق، وبشيء من الإرادة وقليل من التواضع تستطيعين بها التحقيق لكثير في بناء شخصيتك وشخصية أبنائك وعائلتك بشكل عام. أولا، تقبل النقد. فكرة أن أجتمع أنا وأبنائي لأخبرهم أنني أريد أن أسمع آرائهم في شخصيتي وسلوكي فهو أمر عظيم. هذا ما قام به الشيخ وما يجب أن نقوم به نحن الكبار ومجازا أصحاب السلطة العليا في الأسرة. هذه الحركة ستترك أثرا عميقا في بناء الشخصية الإدارية والقيادية في حياة أبنائك، وستساهم من الحد من الظلم والتعسف الذي تمارسينه ضدهم. وعلى حد قولها أن الإنسان مهما كان منصفا لن يستطيع معرفة نفسه وعيوبها. الصدق مع الصغار. موقف الدواء الذي ورد في الكتاب أبهرني وجعلني أنحني له احتراما لحكمة هذا الشيخ، ربما لأنني أغفل عن توضيح حقيقة مرارة الدواء والحياة والالتزامات والمسؤوليات وغيرها لأبنائي حين أسقيهم إياه، لكنني بعد قراءة هذا الموقف سأتعاطف أكثر تجاههم. كتابة شهادة التقدير أسلوب مبتكر للتشجيع. أعجبتني هذه الفكرة في تجديد التقدير تجاه الذين نحبهم، وربما هو ما يجب أن تبدأي بفعله اليوم. ابدأي بكتابة رسالة تقدير لزوجك وأبنائك وعلقيها على الحائط، إنهم يستحقون ذلك، ولا تنسي كتابة واحدة أخرى لك. نقل عدوى حب الكذب. عندما يراك ابنك تقرئين أو تشاركينه القراءة بشكل دوري ستتربى لديه هذه العادة مع مرور الوقت، وحين يسألك سؤال يجب ألا تقدمين له الإجابة جاهزة، وبدلا من ذلك اطلب منه البحث في الكتب حتى يتعود على الرجوع إليها والنظر فيها. هذه هي نصيحة الشيخ، ولا يخفى علينا كم هذه المهارة تعلم الكثير من القيم كتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. كانت هذه أبرز المواقف التي أعجبتني، اقتبستها وصيغتها بأسلوبي من حكم ونوادر الشيخ علي الطنطاوي. ليس هذا فقط، هناك الكثير الذي يتطلب أن ترجعي للكتاب بنفسك وأن تقرأيها بروحك ونفسك الذي لا مثيل له. تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو.
اشترك بقناة ملخصات كتب ليصلك جديد الملخصات. إذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع أصدقائك واكتب لنا رأيك فيه في التعليقات.